إذا كان أحد البلدان الأعضاء في الإنتربول يحاول تعقب أحد الفارين لكي يلاحق قضائياً أو تنفذ بحقه عقوبة، فيمكنه إرسال طلب لإصدار نشرة حمراء عن طريق مكتبه المركزي الوطني. يمكن أيضاً للمحاكم الدولية أن تطلب إصدار نشرات حمراء، وتدقق في كل طلب فرقة عمل متخصصة في الأمانة العامة للتأكد من امتثاله لقواعد الإنتربول ومن عدم وجود مبررات سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية وراءه، أو من أنه لا يستهدف لاجئاً. وتأخذ المراجعة جميع المعلومات المتوفرة في الاعتبار قبل النشر. فإذا أقرت النشرة الحمراء، ترسلها الأمانة العامة إلى جميع البلدان الأعضاء، وتتضمن النشرة معلومات عن هوية الشخص الفار وتفاصيل عن الجريمة المطلوب فيها. ويقرر كل بلد عضو الإجراء الذي يتخذه فيما يتعلق بنشرة حمراء. والنشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف، ولكن في وسعها المساعدة على تقديم فارين إلى العدالة في بعض الأحيان بعد سنوات عديدة من ارتكاب الجريمة ذات الصلة.